شهر رمضان بدولة قطر له مذاق خاص من جهة التهنئة. في عبارة بيرددوها بيقولوا فيها مبارك عليكم الشهر، ومن جهة تانية بالعادات والتقاليد من أيام الجدود. الأجواء الروحانية فيها شبيهة بالدول الخليجية، إلا أنه يلي بيميزها هي أطباقها القطرية الخاصة يلي بيحتفظوا فيها من زمان، وهي العادة الأكثر اختلاف عن بقية الشعوب الإسلامية. عند رفع الأذان حبات التمر واللبن هي البداية للفطور، ومن بعدها الموائد الشهية اللي ما بتخلى من طبق الثريد، وهو عبارة عن خبز أو رقاق مقطع قطع صغيرة يسكب عليه مرق اللحم يلي بيحتوي بالغالب على أصناف من الخضار مثل البطاطا والقرع والباذنجان والكوسة، وكمان الهريس يلي بتعد واحدة من الأكلات الرمضانية المعروفة خلال هالشهر، ويلي بتشكل طبق رئيسي وأساسي فيها، وهي مصنوعة من القمح المهروس مع اللحم، يضاف إليه السمن البلدي والدارسين يلي هي القرفة المطحونة، وما بتخلى من الحلويات مثل الجامات المصنوعة من الحليب والهال والسمن والزعفران والعجين المخمر. بتقطع الجامات تقلى في الدهن المغلي حتى الإحمرة، ومنحطها في سائل السكر أو الدبس. من العادات المتوارثة في المجتمع القطري ما يسمى بالقرنعو، وهو احتفال بيقوم فيه الأطفال ليلة النصف من رمضان. بيربطوا على راسهم أو على خصرهم حزام من اللونين الذهبي والأسود، وبيتوجهوا بعد صلاة العشاء للتجول بين الأحياء وترديد أغنية القرنعو. فبيسارع الناس بعطائهم كميات من الحلوى والمكسرات. الاستعداد والاحتفال بالشهر الفضيل ببلش ب 14 شعبان وفق التقويم الهجري. بيسمى النافلة، وبترتكز النافلة على العطاء والمشاركة. تجتمع العائلات لأعداد الأطعمة التقليدية، وبتقوم الأمهات بأعداد الأطباق الترحيبية اللذيذة، وبتتوزع على الجيران والفقراء والمساكين. وكمان المعروف عندهم أنه رمضان هو شهر الغبقات، وهو اسم لوليمة تتاكل بنص الليل بيجتمعوا فيها الشباب والنساء المقربين فقط، ما فيهم غربة، بس مخصصة لأهل الحي من دون قوانين ولا بروتوكول. كل يوم أو يومين عند واحد منهم تجمعهم الألفة والمحبة على صحن واحد بعيد وحديث الذكريات، وهذا الصحن مكون من الرز والثريد والهريس، والسمك يعتبر شبه معدوم بينحط مكانه اللحم. وغبقة أيام زمان مختلفة كتير عن الأيام الحالية، وتغيرت كتير أطباق فيها وخاصة الحلويات، ولكن بيبقى لذة رمضان وجمعته هي الأساس. انطرونا بكرة دولة جديدة وعادات جديدة. إذا بعد في عادات وتقاليد عن هيدي البلد ما ذكرناها، ياريت تكتبولنا إياهم بالكومنت. كل اللي بيعمل شير لهيدا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمه بالسحب على هدية قيمة من أسامينا محفورة، وهدية من منتجات إلا سو